البدايه كانت الهوايه ديالي هي هذه دي. الجمعة جمع المسائل القديمه والفلوس القدام والجرائد القدام والكتب القدام وعملت من الهوايه ديالي عملتها تجاره ديالي تيدخل عندي الراجل هنايا بصراحه حتى نطلب على الله يدخل فيه داك الدوده داك الشوكه ديال 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 حب الدار وحب المغرب

وجا عندي ولد مغسل سيردون وجا عندي خصك تفكرني في بزاف جا عندي سي عبد القادر البداوي عشت واحد واحد النهار واحد لو مومون ماشي تخلعت فيه بالحق كنت بزير فيه جا عندي واحد السيد ومراتو عندهم واحد واحد السن ناس كبار حصلت بيعت معاهم وتشاريت وخلصوني مشيت نجي باش نجيب شي صرف باش نرجع اليوم الصرف ملي رجعت لقيت السيد طايح هنايا جاتو بحال شي سخفه اللي ما قلت لكمش سي كو هذوك الناس جاو من اسرائيل <applause> ويهودي مات عند عربي <applause> غادي يخلطوا فيها بزاف ديال المسائل هذه علاش أه. طرات لي هذه وجا عندي واحد السيد وعائلته بيوم 37 واحد اي هو والسيده مرته وولادو ولاد ولادو ولاد ولاد ولادو و كتب لي واحد لو بوتي مو عندي ان كي ان روجيستر تمايا كتب لي ان بوتي مو تري تري جونتي و جا عندي لو ميتور اون سين ديال الكوبل واحد القادر القطاع حتى هو و و الكسندر لامي و جيرارد دارمون و بزاف ديال 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 هذا لوجونغ دو بيبول كيف تنقولوا جاوا عندي هنا بزاف هذاك 7 مارك 56 اقدم حاجه كان عندي كتاب كان كيف الانسان يتعلم اللغه العربيه وذاك الكتاب كان ديال 1800 تيظهر لي 36 الحسن الثاني وبي أعضاء وزارة الجزائريين